وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل التردد صفة من صفات الله عز وجل؟ الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فقوله أكره مساءته فسر التردد، والله يكره ويحب سبحانه وتعالى ويبغض، يكره، فهو يكره مساءة عبده المؤمن. هذا معنى الحديث، معنى التردد. وإلا الله جل وعلا لا يتردد بالمعنى الذي نعرفه، تردد بين أمرين، لا، إنما أنه يكره سبحانه ما يكرهه عبده المؤمن، هذا معنى التردد. نعم.